تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسحاولة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رئيس من وضع حد نشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة الحلويات نوع لفة تحت اسم تجاري بومبوني باستعمال مادة السكر وزن 25 كيلوغرام الغير مدعم. استغلال المعلومة تم اختار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن القضية وتم مداهمة الورشة، وبعد المراقبة تبين بأن الورشة تنعدم فيها شروط النظافة وهذا ما يشكل خطرا على صحة المستهلك. وبعد الانتهاء من التحقيق تم رفع المخالفات التالية: استغلال منشأة مصنفة بدون رخصة، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، عدم وجود لافتة للمحل التجاري، عدم التصريح بالمستخدمين، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، عدم إعلام فواتير بيع المنتوج النهائي، وعدم الفوترة، انعدام فواتير شراء المواد الأولية.